صرح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أن العراق بأمس الحاجة إلى مد خطوط أنابيب لتصدير النفط الخام عبر الأراضي الأردنية والسورية والسعودية والإيرانية لاستيعاب الطاقات التصديرية المتزايدة للنفط الخام. ويخطط العراق لرفع الطاقات التصديرية للنفط الخام إلى أكثر من 8 ملايين برميل يوميا، إلى أن الأحداث في الموصل والأنبار أوقفت هذه المشاريع.